من بعد اللي شفنا مكان الحادث نقلنا هنا العيادة المتعددة الخدمات كما نشوفوا السلطات المحلية الطاقم نتاع الصحة المصالح الأمنية مصالح الحماية المدنية كلهم مرافقين هاد الناس نزيد نعطيكم يعني تطورات دونك عندنا في 12 من هذه المصابين 8 راهم على مستوى بن سينا وكذلك سنقوم بنقل الأربعة الآخرين الكل راح يكون على مستوى بن سينا يعني لما كان ظروف إجراء الأشعة إلى غير ذلك.